معكم نورة سعد من قرية بيت سكاريا، مدير عام جمعية سيدات بيت سكاريا الخيرية. لما نحكي عن بيت سكاريا، كلمة بيت سكاريا كلمة كتير حلوة. قرية بيت سكاريا تقع في وسط قلب مستعمرات وش عطسيون، تبعد 9 كيلومتر عن مدينة بيت لحم. قرية بيت سكاريا قرية كتير حلوة بسكانها اللي ببلغ عددهم 650 نسمة. بتتكون من 5 تجمعات: خلة البلوطة، عفانة، التجمع الرئيسي هون وادي شخيد. ما بين كل تجمع وتجمع بيفصل زي مستوطنة، يعني احنا في قرية واحدة ولكن مجزئين الى 5 مناطق. عنا عائلات: اسعد، سعد، شاهين، عودة. قطاع التعليم في بيت سكاريا بتكون من مدرسة واحدة فقط، روضة واحدة ايضا، اللي بيقوم القطاع المؤسسات والخدمات في بيت سكاريا اللي هو المجلس القروي، بيشرف على تنفيذ خدماتها. وجمعية سيدات بيت سكاريا الخيرية اللي انشأت مصنع شهد العنب. نطاق العمل السكان في بيت سكاريا في الزراعة، يعني بشكله 80% من الزراعة، بالإضافة بيعملوا بتربية الأغنام والمواشي. في عنا بالقرية أماكن دينية وتاريخية، اللي هو مقام النبي زكريا، اللي هو الجامع الوحيد في بيت سكاريا. هذا الجامع اللي اليهود أو المستوطنين منعوا المئذنة من 1980، ما في عليه مئذنة. البيوت هون السكان كتير بيعانوا من أوضاع صعبة، يعني البيوت لا بتقيهم حر الصيف ولا برد الشتاء. بالصيف كتير حارة وبالشتاء كتير باردة. بتتكون من زينكو ومن طوب. وكيف بنبني؟ بنبنيها أول شيء بسلسلة وبعدين بنعمل البيت. أغلبية البيوت اللي هون عليها قرارات بالهدم. المدرسة لحديت صف 9، من أول لـ9. بعد 9 بيروحوا الطلاب على بيت فجار من خلال باظن التربية لتوجيهي. بعدين بيكملوا توجيهي، وأغلبية السيدات بيقعدوا، يعني ما بيكملوا الدراسة. يعني في كل بيت سكاريا ما بنطلع 7 أو 8 مخلصين تعليمهم الجامعي. المواصلات لا يوجد على القرية مواصلات. أنا لازم بدي أروح من بيت سكاريا لبيت لحم اللي هي أقرب مدينة إلها أو للخليل، بدي أجيب سيارة طلب، ومش أي سيارة بترضى تفوت على خربة زكريا على وش عطسيون. فكلهم بيحكوا السائقين وين نفوت إحنا بيت سكاريا، هاي بنكون فوتونا على المستعمرات، ما برضو يفوتوا على بيت سكاريا. فيش بتحس هون اللي فيش إشي، يعني قديش القرية حلوة وجميلة، لكن ما فيش إشي خاص فيها للأطفال للشباب. فيش إشي، يعني إشي ترفيهي، نوادي، إشي هم يعملوه غير موجود بالقرية. هالحين بالنسبة للأراضي في بيت سكاريا، مساحة أراضي بيت سكاريا 9000 دنم، صادروا منها اليهود 2000 دنم، بقي مع السكان 7000 دنم مزروعة بالعنب واللوزيات واللوز والتين. 2000 دنم اللي صادروهن اليهود في معنى قرار بالمحكمة إنهم قلنا، لكن هم صادروهن بحجة إنها أراضي عسكرية. السكان اللي هون بيعملوا، يعني الرجال نحكي، بالأراضي بالزراعة بتربية المواشي، نسبة قليلة، يعني زي مثل 10% بيعملوا في المستوطنات. في ظل
ما بنواجهها من صعوبات وتحديات في قرية بيت سكاريا، في إن بنوجه رسالة للمجتمع الدولي، للحكومة، للمؤسسات اللي بتعتني بالمرأة بالطفولة، الكل يسمعنا ويحكي من هون إن إحنا في قرية بيت سكاريا بحاجة إن نقف جنبها وندعمها ونساندها إنهم يضلوا صامدين وثابتين في أراضيهم. ندعم الإسراع في عملية الهيكل اللي بدعم صمود القرية، لأن لو بدنا نتطلع بعد 5 سنين أو 10 سنين بيت سكاريا ما رح يكون فيها حد، لأن اللي بصير إنه هجرة قصرية، الشباب عم تطلع من بيت سكاريا لأنه فيش بيوت أو محل يسكنوا فيه. البيت بتكون يعني من غرفتين وحمام مطبخ، فيش حدا اليوم برضى يعيش هيك، فبصف الختيارية رح يضلوا في بيت سكاريا، وخمس سنين جيل الشباب كله رح يطلع من بيت سكاريا. فإحنا بنطالب إن نعزز ونثبت صمود أراضي أهل قرية بيت سكاريا. هسا قرية بيت سكاريا هي قرية غير معروفة لدى المجتمع الفلسطيني. الشباب ما بيعني، أنا لما كتير بطلع على محلات كتير بسألوني أنت منين، بحكي لهم بيت سكاريا، فبيحكوا لي وين هاي بيت سكاريا، وين بتقع. فبيت سكاريا هي بجمالها، بطبيعتها الحلوة، بخضارها، بأهلها الناس وبناسها الطيبين. بتستحق منكم كمجتمع ان انتوا تشوفوا بيت سكاريا، تنظموا لها رحلات، تعملوا مسارات لبيت سكاريا كجمعات، زيارات دائمه وبشكل يومي لتثبيت صمود اراضي بيت سكاريا.